بيلو انت مكانش يطير تحت المي حصاه تحت المي ما يقدر يتحرك يا مال الحظي ركبوا تشي تام شايفه في المانجا تام كذا لا 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 راسك بغير والثاني برجله والله بغير يروح السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته واهلا وسهلا بكم محبينا وعشاق مانجا ون بيس في هذا الفيتو المانجاوي مع الشباب المانجاوية والفيتو المانجاوي القادم لربما يكون معنا محمد النعامي تحسون في جليتش احلام العصر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فيتو القادم يكون معنا محمد النعامي طبعا شرفنا ابن البار عبد الجليل الله يسلمك حبيبي شكرا الله يبقيك اللي ابن الضال شو اسمه عبد الباري انا ضال بعد مبايع الدار ذاك الابن العاق انت الضال ايه ذاك اوكي نعطيكم الغاب هذا ابن المتخاذل نعم كل واحد بالابن حقه صح اللقب حقه لذلك خلونا نبدا صوتي منتهي بس بحاول اقرا اكثر اقرا عنك اخوي ترى انا حاضر لا فيني خير لا والله نبي الاسئله نبي نبي الاسئله لا لا تتنمر على ابو خليل سؤال الاول ما حد راشد سكتني سؤال الاول لك يا راشد من محبين ابراهيم العامر الله عليك هلا والله يا لبا خلاص تنمر يا شباب عادي بقوه سنجي في اخر الاحداث مين تتوقع ينتصر في قتال ما بين سانجي ضد جنبي تحت الماء؟ باس لمحبين ابراهيم العامر تفضل الحين محبين ولا وجهوه؟ ايه محبين احنا الله يسعدهم يا يدرون ما يبغون ينكبون عفشي تفضل لا هذا نكب عفشك والله يا شباب يعني انا لو فوق الماي بقول سانجي منتصر ما فيها كلام عن نفسي اتكلم لكن تحت الماء دائما جنبي الافضليه من وجهه نظري لا سنجي بينتصر ابوي اذا ما يتاثر طق فيه لما تقول بس ما يتاثر وعليش جنبي انا اسف لكن تلقم انا اسف نسيت يعني انه ما ينطق فكرت روحي في فيتو انمي معليش شباب الله العلي يا محبين ابراهيم عامر غيره حطوا اي احد ثاني ليش هم يحبون سنجي انا عارف انه يحبيني يحبون سنجي ايوه يحبيني سؤال اللي بعده وقف وقف ما حد بيعترض بيته الله 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 ما شاء الله وقف وقف اضبط نفسك لو سمحت ايه تعزز فيتوات غلط ولا شيء انتبه ها لا هو معي كم اجلدك كم اجلدك كم انا سويت جلدني خلنا ننتقم معي نفس يزيد ويشيل ويحط راشد شوف شوف انا برد كانكم كلكم متفقين بالنسبة لي ان سانجي ينتصر فوق ما عندي اي مشكله ما عندي ابدا اي مشكله كيف هو الرجل الثالث بعد زورو ولوفي ما عندي اي مشكله لكن لما تيجي البحر تحت الماء لا هنا بقول له ستوب لان اي شخص اصلا بشري راح يواجه صعوبه في العيش او الحركه تحت الماء الا صار فيه فقاع انت ما حددت فانت تجبر سانجي انه ينزل تحت بتكون المعركه يعني بصالح جيمبي والسبب انه جيمبي اصلا اوريدي فوق الماء مش ضعيف جيمبي قوي جدا جيمبي تشوبوكاي جيمبي عادي تحطه حد نواب الادميرالات جيمبي واجه ادميرالات عادي وما عنده اي مشكله جيمبي واقف قدام اتاي لا اصبر خلنا نخلص بعدين قل لي تاني خلص خلص انا واقف قدام اكاينو اكاينو شخصيه عظيمه جدا الكل يمدح باكاينو ويطبل لانه وقف او دمر اسطول اللحيه البيضاء وقف او ما حد منهم قدر يوقفه جيمبي قدر يوقفه يا جماعه الخير جيمبي انضرب من اكاينو وانا قيس فيه لانه ادميرال اسطول جيمبي انضرب واخترق جسده من ضربه حمم اسطوريه من وراء لقدام اخترق جسده وقام بعدها على طول قوه تحمل جيمبي اسطوريه اذا جبته تحت الماء مين يوقف قدامك اجد صعوبه في اي شخص انه يواجه جيمبي تحت الماء وينتصر عليه انا اشوف ان جيمبي راح يكون منتصر طيب سجل عندك انه حمم وليس حمم
انطباع دحوم هذا كله انا معترض الحين عليه سهل. طيب اول شيء انا والله اني احب جيمبي وافضل شخصيه عندي بالطاقم كله بروك بعدين جيمبي هذا من افضل شخصيات صراحه كمان افضل شخصيتين بس نعطي كل هذه حق نعم اللي ظهر من سانجي القوه المهوله ذي اللي شفناه نفس ما زورو قص هودي تبن بالبحر الله قصه ما كان فقاع ولا شيء كان زين هذه يبي يسويها سانجي لانه سانجي بالنهايه مقارب لزورو مقارب لزورو كلهم جنب والحين زاد قوه والحين زاد قوه يا شيخ والبدله ويو شو 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 زعزع بق 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 زعزع صراحه بفتح السريه مؤثرات وبضمك معي والله الله يسلمك الله فللأمان أنا أشوف سانجي لا قادر عليه حتى لو بالبحر حتى لو باخر يعني يعني بنفس مستوى اللي شفته مع زورو فأنا أشوف أنه قادر عليه سانجي فيتو والله أنتوا تعرفون أنا دائما أدافع عن سانجي صح؟ يقول أمير الجيرمان غدار تيبا أنا أمير والله أنا السجل السجل واضح يا جلو أنك دام الريكورد مرة كله كله عبد الجليل دام يدافع عن سانجي ودي أدافع الحين والله تدرون كيف لا لا دقيقة الوحيد اللي يقدر يوقف جيمبي تحت الماء من طاقم لوفي هو لوفي هذا اللي أنا زي زورو زي ما قال لك عبد الباري هذا المثال الصح بلق 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 شاك هودي جونز هودي جونز وقلت لك هم ماخذ هرمونات ومقوي نفسه عشان اضعاف كلنا نعرف ان جيمبي اقوى من هودي جونز ما فيها كلام هذا ما عاد يختلف عليه اثنين ولكن ستيل سانجي اقوى من ما كان عليه قبل حاليا وذيك الوقت كانوا مقارب لزورو زورو ترقى وصار عنده ملكي فترقى وصار عنده تنبؤ وعنده 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 وجسد حديدي ونار مشتعل يا شيخ بيحرق الماء بيبخر الماء من نيران امراي سمتايم جاوب من البدايه فكنا تخسر يا اخي محب الرحيم العام يقول لك there is some time my brother here يصير ينقض منطقيه يا سلام حقت برزل انا ايش الحكمه بالله اي نوع من حطوها كذا يا اخي النوع من السمتاي يا البعده عبد العزيز السؤال يعود لك يا اخي خلوني احافظ على صوتي خلوني صار خلوني صار مش عنده منك يمديك ترى جاوب تقول كذا انت زعلان ما تقبل لوفي يعني لا اللي تحت الماء يقضي على قول لوفي يقضي على الزمن يا سلام صح صوتي ما يسمع بس يعني عبد العزيز السؤال اللي بعده يعود لك يا راشد بعد الباس لو عفوا على اللي ظهر حتى الان في المانجا لو تقاتل كينج ضد كاتاكوري من المنتصر كينج ستيل ستيلك بالله اشرب ماي الله يجزاك خير والله لاك والله لاك والله لاك لا تقول عندنا عبد الباري عبد الباري من سمعته قبل الله العظيم انه منتي راح رشود اللاعب في عقلك مو بالنت يا صاحبي انا اشوف كينج المنتصر لكن ما راح ينتصر بسهوله والله الحمد لله انا مريح نفسي ما راح ينتصر بسهوله ابدا لان كاتاكوري شخصيه قويه عندها كل ملكي اكيد بيكون مؤثر بس تتكلم عن زوج اسطوريه فعنده تعافي قوي فبيقدر يتحمل اوقات طويله تقاتل اذا شفنا ناس عندهم لوجيا يتقاتلون 10 ايام ما بالك إذا واحد عنده زون التحمل عنده مضاعف جولدن بيتو حسبنا الله ونعم الوكيل خلي أرجوك اذكر خربها أبو خليل خلاص أنا كوني شايف منطقي
الله عليك منطقي. مارك وطابق الزول الاسطوري اثنينهم كذا بيدينا ويهبد بهم في الارض ماسك واحد بركبته كذا تبي شايفه في المانجا تمام كذا لا 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 عطاه ماسك بغير والثاني برجله والله ما يروح والله يا ابوي هذا الزول الاسطوري حقه يمسكه يبلله ويشرب مويته كينج وكوين اثنينهم مع بعض كاتاكوري ابي امسك كينج ويتوطف بطنه ويدعس عليه هاكي ملكي موجود هاكي تصلب موجود هاكي تربى موجود وفاكهه موجود اربع ايقاظ وعنده ايقاظ وكل شيء هذا مات شفنا لا ايقاظ ولا شفنا هاكي ملكي ولا شفنا اللزون الاسطوري حقه واللي شقى زورو اللي يعتبر اضعف من لوفي فيا جماعه الخير زورو كاتاكوري شاف لوفي مثل اخوه الصغير خلاه يفوز ولا كان ترى يدعس على لوفي يصير بطل القصه وين تنتهي القصه هذا اللي بغيت الجد وجي لي يقول لي كينج شوف والله انا ما بقلمك كينج كينج من عرق نادر جدا كينج عنده فاكهه اسطوريه جدا لكن لا جينا للش اسمه الوحش كاتاكوري اساسا الكاتب خلاه هناك في توتلاند عشان يدري انه لو جاب يقلب موازين المعركه يصدقكم انتو صح بيقل شايفة مثل برلين تبن ذا لو شاف الله لي صف مع لوفي يقول يا الله لا خلنا نصفق الماما والذا تعال يا شيخ والله شفت السوبر نوفا اللي رقوا مع لوفي لا لا يقول بيقولهم قعدوا وانا يا لوفي بس يصعد فوق خلونا عليهم يا شيخ بيمسك خلاص جيجي القصة يا رجال صح عليك ابو خليل صح عليك ولا ويعجبني اداء ماركو من اول الدبل والحين ركبه والله لا لا اي ماركو خوي وصديقي يعني اقدر اسوي دبل هنا لا ما تسالني عدد والله توني شفتها في المانجا نسيها بس شفتها خلاص والله اللي دارني كذا هاي زين اذا جاء وقت الانمي رجعت الحلقه بعد شهر بيكون نسى لا 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 شايفها تنمر ذا بس تنمر مسموح على اخوي معلش السؤال اللي بعده بالاخوي الغالي سعد سامع السؤال عندي بعد ما شفنا كوين استخدم خصائص سانجي واخوانه تضع ان استخدم الاختفاء من خواص سانجي ما استخدم النار فهل تتوقع أن خاصية سانجي الاختفاء والنار ماذا يكون سرها إذن؟ وأحلى باس لعبد الجليل خلونا هكذا بالسؤال الله عليك أحا كذا والله أنا الصراحة لا أعلم لكن اللي أنا شفته بعيني في سانجي ما لي فلي كوينز سواه سانجي طلع النار من قدرات من جسده والبدلة هي اللي عطيته الاختفاء هذا اللي أنا شفته في القصة مو شرط أنه كوين صلح نفس التقنية اللي سواها جاجي ممكن هذا الشيء وارد نعم صحيح ولكن بالنسبة لي قدرات الجرمة هي النار اللي موجودة في رجال ساجي هذا اللي أنا أشوفه حتى الآن وأشوفه ينطبق يعني مع ما رأيته طول القصة بس أنا ودي أعترض عليك بس أنا ناسي رأيي أساساً انا عجبني القلم صراحه الله يخرب بيت السؤال والله والله طايقوم واكثر من له مع 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 الخلفيه وهكذا سويت باص اوكي طيب يلا السؤال اللي بعده من اخونا الغالي محمد زور سؤال في العمق عميق سؤال بق لا والله عمق عميق يلا في فرق بين العمق والبق راينا زونيشا او سمعنا زونيشا يقول ان اني اسمع دقات طبول التحرير التي لم اسمعها منذ 800 عام ولكننا نعلم جميعا بان هذا كان وقت قيام حكومه العالم فعن اي تحرير يتحدث زونيشا ستيل منور بس ستيل طح علي هذا بعد سؤال حلو عشان نتضارب فيه يلا اذا ما عجبني جاب سكه جولد العادي اذا غلط والله والله للامانه انا هذا الشيء يمكن قلته زمان ولكن احب اعيده طبعا ماجد كان معارضني بس كويس اللي سويت ستيل على ماجد عشان اذا بغى يعترض يسقع جولد سكه جولد ولا عندي مشكله انا اعتقد بانه المملكة اللي موجودة في الشاندرا هي المملكة المزدهرة وأنه كلمة كالاقارا قال بأنه قومنا انتصروا قبل 800 عام ودليل الانتصار
هو وجود الحجر البوني جليف هذا وحفاظنا عليه. فممكن أو الانتصار اللي حققوه في هدف ما كلفهم سقوط دولتهم. يعني جوي بوي أو أيا كان سكان المملكة المزدهرة أرادوا تحقيق شيء فوق قدراتهم وحققوه، ولازم يحافظون على هذا الانتصار حتى لو فنيت دولتهم. هذا اللي أنا أعتقد فيه التحرير، يعني هذا يفسر لي أنا الكلام. هذا الشيء أشوفه أنا في ون بيس من أول. ماجد تفضل. تفضل أبو جولد. جولدن فيجر. ما هذا الهراء؟ توقعت الإجابة أفضل من كذا. طلع عنده هراء. هراء. أنت إحنا أتصقنا فيه. هراء. يلا ادينا الجولد. أشوف ترى السيناريو اللي قاله ما هو مرة مرة سيء ومستحيل يصير، ممكن يصير. موجودة أدلة من الأنمي. لا 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 أدلتك مع الجولد تمسح. وشيله بالله وشرب مايته يا عمي أدلتك. يا ليس قال أدلة. استغفر الله. أنا بأسمع الإجابة. قرع طبول التحرير. جوي بوي أقدم اعتذاره لليوجن. إنه ما قدر يحررهم، كان المفروض إنه يطلعهم من تحت ورقيهم للسطح. فاعتذار هذا دليل أنه لم ينجح، ولكن فعلا هم في الحروب هذه اللي كانوا يخوضونها لمدة 100 عام كاملة كانوا يحاولون يحررون الشعب. فطبول التحرير هي طبول التحرير، نحن نبي نحرر الشعب. انتصر المعركة خسر المعركة ما يهم، ولكن في النهاية في نهاية 800 عام بعد ما هزموا ومسح تاريخهم بالكامل بقي بس البونجليف، فهم فعلا فشلوا. إلا لما الاعتذار أصلا، أنت فشلت في تحقيق الهدف حقك لما تكتب اعتذار لجزيرة اليوجن اعتذر وسأتي من سيفي بوعدي. وكلام روجر أو اللحية البيضاء في لحظة موت حكومة العالم تخشى اليوم الذي سيأتي فيه الشخص الذي سيقلب العالم أصلا على عقب، فهو إرادة موروثة راح يجي بعدين اللي ينجز الانتصار هذا. ولكن قرع طبول التحرير المقصود فيها القلب، دقات القلب، هذه دقات قلب شخص محرر العبيد، دقات قلب شخص يدمر الدول وينقذ العالم. ولكن الخيالات تغلب بعض الأحيان، فصار في خيالك أكثر من 100 سنة خربت هذا الانتصار، ولكن بعد 800 عام عائد صارت خيانة حررت صاحب الانتصار. سنة بسرعة. أنا عامك أكنسل جولدن حقي يا جماعة. السؤال اللي بعده لك يا إبراهيم الأخونا الغالي ماجد نمبر 1. رجعت باص لماجد. سؤال موجه لي، ما احتاج باصك، سند باصك. اي والله هذا انا ودي والله لاجلج لو موجه. سؤال موجه لي ماجد. انا حبيت الرجال وحيت للاسف ما يستاهل. فهل تضع نفاكية لوفي الزون من نوع انسان نومي؟ هل تتوقع ان توجد فاكهة براميسيا مطاط وهل تتوقع ظهورها مستقبلا؟ لا، لو وجدت فاكهة مطاط لما استطاعت حكومة العالم خداع العالم بتسمية هذه الفاكهة اللي أساسا فاكهة براميسيا أنه فاكهة زون هيتو هيتو نومي بمسمى فاكهة المطاط، وإلا ما ضبطت. يعني كان بتنفضح أنه هذه لا هذه فاكهة المطاط، أجل دي وش دي تطلع شلون في خدعة في المطاط. أو لك هيدي البقرة اللي بتعمل جبن كيري بالضبط. أيوه ما أنت قاعد يقول هذا بس بالضبط. سؤال موجه لي. انا اعلام مجاني والله. ما اسعد جاي بسمع سبة البقره دي. روح يلا راح اضرب الجوال. طبعا اجابه ماجد صحيحه، لا يوجد فاكهتين شيطان تشبه بعض ولا زي بعض، ومستحيل تصير الا في موضوع غلط. يعني ما راح تسمي حكومه العالم فاكهه حاكم الشمس على اسم فاكهه موجوده يعني، ولا تخرب الكذبه. كذا كل خلصنا سيادة الداعمين باتريون أريقت وزي ما شكرا لكم على دعمكم يا شباب. إذا أنت حاب يطلع سؤالك أكيد كل ما عليك أن تدعمنا $10 وتكون يطلع سؤالك أكيد في هذه الحلقة. إذا ما تبي حقك اكتب في الحلقة هذه أسئلتك تحت، بإذن الله نأخذها الأسبوع الجاي. حقين اللي دعموا وما أخذنا أسئلتكم ممكن تكون قديمة أو راحت، إذا أنت دعمت أرسل لنا إيصال الدعم حقك مع السؤال مرة أخرى وجدد السؤال لنا، ممكن يكون راح زمان وما عاد يظهر عندنا في الإيميل. فلذلك أكدوا لنا هذا الشيء، يعطيكم العافية. وحنا ننتقل لأسئلة اليوتيوب. هاجمري اليوتيوب. سؤال اللي بعده من أخونا الغالي القاطر في جبل العنقاء. لوفي الآن مع إيقاظ الفاكهة وتعلم لتغليف الهك الملكي، أين تضع في ترتيب أقوى الشخصيات؟ وهل زور الآن أصبح بس عبد الباري؟
خلاص راح نسقط السؤال الثاني لانه خلاص هو سؤال واحد، الجزء الثاني سؤال ثاني يا القاطع. طيب وين اضعه بش اسمه بالرجاجيل؟ بس انه الرجاجيل اللي ميتين ولا اللي الان بس؟ لا اللي موجودين. لا اتوقع الحين القصه يقول اوكي والله ما... اللي تضاف ترتيب اقوى الشخصيات، ما قال القصه ولا قال الان ولا بعدين. انت رتب عجل على شوف الشخصيات انا بحط على قراصنه بس ما بحط انا البحريه ولا ذا. طيب ليش انا شو... البحريه مش قرأ من شخصيات في القصه؟ خلي يجاوب. هو انا بجاوب صرت بعطين بس وتشرط بعد حلو ذي. انا بحط بس القراصنه ابى اشوف اليونكو ومن تحتهم على طول اللي هو لوفي، يعني نفس ما عطى وش اسمه ولد الحلال او عصفور الحلال اللي هو اليونكو الخامس صراحه. هذا اللي انا اشوفه يعني الان قوي الى درجه اني نفسي كنسل الباص معلش. لا انا ما تكنسل، تسوي فيتا ولا لا؟ يلا ممتج قص عيد بلاش باص باص واحد صح لك يلا فيتا. ما حد معترض عبد الجليل يعترض. ماجد يبغى يعترض. انا ما ادري ايش قال اصلا. يقول لك تاخذ خمسه على طول الخامس يكون خامس اليونكو. ايوه ديدو شلون تحت اليونكو الخمسه هو الحين بيجيب لك كايدو اليونكو الخمسه تحت اليونكو الاربعه الله يكسرك شلون اقل القليل رفع فوق كايدو والبيج ماما اقل القليل اضعف الايمان وزو خير ورفع قدام فوق البلاك بيت خل شانكس فوقه بس وكمل جميلك حطه الاول هل هذه القصة بيصير الأول؟ هل هذه القصة بيصير الأول؟ بس حالياً من الشخصيات الموجودين طبعاً توب غارب ريلي شانكس أكاينو لوفي فيتا إن شاء الله والله العظيم إيش فيتا أنت يا أخوي والله العظيم قال شانكس ريلي أنت ما شايف اخر فصل ولا ما شاف؟ والله قالها مستح. شايف اخر فصل ولا ما شاف ذا؟ قالها مستح. والله قوي عين الصراحه. هذا ناس تنتظره من قبل 800 سنه. الله اكبر. 800 سنه لا نستنى. زون ايش اقول يا ولد هذا اسمعنا طقت الطبول يا ولد الطبول اذا طقت خلاص ما عاد في بطل. ان شاء الله بيرفع فوق اللي انا كنت حاطه. شكله بيرفع عيني. شوف تبي تحطها ان شاء الله تحطها فوق الحين. هاد ما عليك منه ما عليك مني حط خليني اسمع والله ما بقى شوف الوحيد اللي فوقه جده قارب بس والباقي كلهم تحت يعني برضه سيادتك والله راعي فرح خلاص يا عم طير كله رجول اخوي صار معزز لا شوف بس بالسحن نسيت خلك بعد ومعزز فيها شوف قارب بالمركز الاول المركز الثاني بالتعادل مع لوفي نيج لان عنده الله عليك عنده فاكهتين عنده فاكهتين يا عيال عنده فاكهتين معليش ما في تعادل عنده فاكهتين ما في فاكهتين وليش ليش مخلي الخصم الاخير اودا الا ما ادري ليش كذا بس اودا يا جماعه دقيقه بس تسمحوا لي اودا شخص لجي يحط قصه يفكر ويخطط ويرتب ما شاء الله مثل الجبات اي الخصم الاخير اي نفس الجبات بالضبط انا نفس اودا يعني انا تلميذ عند اودا اتعلم منه زين بس الاحيان يخبص وحتى انا اخبص ما في مشكله يعني انا اخبص لا هذه الاجابه صح انت اي هذا جاب صح بس احيانا فيتو شيل كل شخصيات ون بيس خل بس لوفي الحال الله عليك يا وحش التطبيل انت وينك من اول بلا عدو اخير بلا عدو اول بلا بحريه بلا بطيخ انا كنت جاي بس الكتاب بس عنده تطبيل اسطوري هذا ما شاء الله عليك انت منطقيه دقيقه بس طيب انا بسرع لي اول صف ما ادري عند اول سطر تكفى ابي اقول فيتو ابي بسار لوفي بعد الاول الاخير الفاكهه وتعلم التعريف لك الملكي انا اضعه في ترتيب اقوى الشخصيات فيتو فيتو قال لك انا تضع بترتيب الشخصيات شيل الموت عشان نرتاح شيل الموت عشان نرتاح بس كم يعني تبي حتى ب 100 ترتيب يعني ولا كم انت رتب زي ترتب من هديها لا بس هو اينك تضع مو قال لي رتب اينك تضع لوفي يا سلام اضع الثالث في القصه حاليا كم
القصه مع الموتر بدون اول شيء برضه اعلى مني كفو والله كله احسن مني يا جماعه. يا جماعه ماجد مع مين؟ لا انا ما قلت موتر الان قال على هذا انا حطيته خمسه والله كفو عليك اتابع اسطوره لو بعد هذا الارك انا اشوف انه ثاني والله. عنوان الحلقه ماجد مع مين؟ ماجد معنا كلنا يا جماعه ماجد ضد لوفي. ماجد هو ترى طيب عجل انا قال اني مسوي منطقي قال لا تهاون لا تهاون لا تهاون ابو خالد قال لك فيديو اي راح 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 والله لا تهاون يا معلم اخر فيديو اعطيك هديه راح استنى لا دقيقه ابو خالد توك ضربت واحد فيتو هذا اللي سجل هذا اللي سجل واحد فيتو واحد جولد باقي له اثنين فيتو بس لا تهاون يا ابو يلا سجلت الثاني انا كنت بصلح يا شباب يلا صلح صلح الدمار الشامل ما راح اعطيك لا 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 انت كنت صح تكون صح ترى ده مالك عشان هم استوفوا الاجابه يستنسون عادي حقهم يا ابو انا اكرم الضيوف الضيف لما يجي اكرمهم انا اما انتم اخواني عادي اي اشوف كيف اقسم بالله الله يرحم الله يرحم حد جاي والله ابو شاهي والله حد جاي تصحيني الساعه 7 السؤال اللي بعده هذا كان عندك سؤال ذم ساعه ابو خليل اي جاوبت انت ولا لا سويت باص حق عبد الله بوسا هذا الباري اللي ما يستحي السؤال اللي بعده يعود لابراهيم بعد الباص من أخونا غالي دارك نايت هل ترون أن هناك نقص لقتالات شخصين ضد شخص واحد وهل تحب أن يكون هناك أكثر لهذا النوع من القتالات؟ الحقيقة نعم أنا أشوف أنه في نقص كبير في هذا المجال في ون بيس يعني أتكلم عن قتالات شفناها اثنين ضد واحد تصير ما أقول لك موجودة موجودة لكن يعني مثلا شفنا البيج ماما الحين مثلا قدامها اللي هو لاو وكيد نفس القتال بالذات تلقاها قليله جدا في ون بيس اتمنى اشوف اكثر منها في المستقبل لانها احسها ممتعه للامانه من وجهه نظري اشوفها ممتعه وجميله تيم وورك حلو اي اي يصير فيها تيم وورك حلو صح. وجميل فاتمنى يعني اشوف قتالات اكثر يعني دائما تشوف ون بيس يركز على 1 في 1 يعني ما تحصل تشوف اثنين ضد واحد صحيح استانس قال 1 في 1 كله من هالسوسه ما تعترفه بكادو معلوفي شو اللي يسلم عليه؟ ما ندخل كل شوارده سؤال اللي بعده من ناصر السؤال اللي بعده من أخونا غالي ناصر إذا تمت هزيمة كايدو بعد إيقاظ لوفي باس ها؟ لمين؟ جيلو عشان ضيف يا جل اليوم تدلعون انا عارف هذا يا شباب لو سمحت جلو صديق خلو فلا حد يغير اذا تمت هزيمه كايدو بعد ايقاظ لوفي وتمت هزيمه البيج مام هل سيتم اعتبار لوفي بشكل رسمي كيونكو ومن باعتقادك سيشغل مكان اليونكو بيج مام من رفقه ويكون في رفقه شانكس وتيتش لوفي ما ادري بس احس انه انا نظام اليونكو راح يتدمر ولكن باعتبار السؤال لا لوفي لسه على مسار يونكو ولكن لما الاسطوله اللي معه كل واحد يجي بجزيرته ويبيعون لوفي وتيجي اليوجن مع نبتون وتصير تحت حمايه لوفي ونفس الكلام وانو هنا حيصير يونكو الاخر المؤهل لان يكون يونكو ممكن اكثر شخص مؤهل إذا كان عنده طاقة يعني أنا ودي أقول ميهوك بس كاتاكوري ممكن يكون عنده الحظ الأكبر لكن لو ميهوك كان يبغى يشكل طاقة ويروح يصير يمكن هذا هم قال فيتو لا تردى إيه إيه أصبر يلا هاد سؤال وشو سؤال موجه بعد لا 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 موجه الزمن باس فيتو بيته طيب انا اتفق انه يعني بياخذ مثلا مكان كايدو بياخذ لوفي جاهز عنده تحالفات عنده اراضي عنده ذا ولكن كيد مثلا او لا أو ما راح ياخذون مكان بيج مام مو بجاهزين بس عندهم طاقم مو بي واحد ياخذ طاقم يصير يونكو لا لازم يصير عنده تحالفات لازم يصير عنده اراضي لازم يستحوذ على اراضي عشان يوصل المرحله ذي فانا اشوف انه لوفي ايه لكن كيد ولا ولا فبيصيرون سينجو يونكو سينجو سان يو يقول سينجو سانجو 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 سانجو
اي يعني ما راح يصيرون يومكم العصير. سؤال اللي بعده لك يا دحوم بعد الباص من هنا غالي. فاصل فاصل ايش اسمه فيصل؟ تقول فيصل انت اللي فاصل يا شباب. فاصل سؤال اللي بعده من هنا غالي فيصل يعود لك يا دحوم بعد الباص. هل تتوقعون القدرة اللي بيكتسبها لوفي من الإيقاظ بتكون دائما؟ يلا نجاوب. بتكون دائمة ولا بس من المواجهات القوية بتظهر لنا؟ هي دائمة عنده ولكن فعليا لن يظهرها إلا في لما يواجه خصم قوي. يعني يروح يواجه لواحد زي بيلم يروح يطلع عليه إيقاظ ما جير فايف. هو كذا هو ما طلع جير فور في البداية لا على سيزر ولا على هودي جوزا لما كانوا يستهلون مع أنه كان عنده الجير فور. فنفس الشيء جير فايف لو فرضنا أنه كان عنده من قبل سنتين الأعداء اللي قبل ما كانوا يستحقون حتى كاتوكري ما كان يستحق أن يطلع عليه جير فايف. فطلع الحين قدام كايدو بس قدام عدال يستغلوا. شل قلة هالحياة ذي وقلة هالأدم هذه والله عيب عليك الأدم أخو. أي كلمة بقولها بيقول ممنتج قص أنا عارف. بيتو كافو لا 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 هو دخل سويه كذا أنا عارف أنا أدري أنا تفضل حق دل وبطريقة واضحة وصريحة أن لوفيا يدخل على كايدو ما كان عنده إيقاظ ولا كان عنده جير فايف ودر عنه. يوم جاء الحين شوف اوه عندي جير فايف وما كنت تدري يو خلاص خلنا طق ولا لو كان عنده عند كتاكوري وعند فلامينغو انا هنا انا بمسك وده بصفقه وبفقع وجهي. اذا عندك هذا الشيء ليش ما تستخدمه؟ عنده منطق لا والله معليش احيانا يهبد لو كان هذا الشيء صحيح لكن ما هو صحيح. هذا شيء في فكر ماجد وعقل ماجد هو اللي يقول انه موجود ان لوفي كان عارف قبل سنتين يوم تدرب في سنتين في 6 شهور صح هذا يوم راح ريلي يوم راح ريلي جاء 6 شهور وهو يطق مع القرود والاسود اللي موجودين هناك صبروا غير هو فايف ودي فيف زين وقام يطق فيهم وكان يضحك وبعدين وحين جاء عند كايد غير فايف والله يا ابن الحلال يا ابن الحلال خلك شوي منطقي يا ابن الحلال. قلنا لكم sometime فقط not all the time يكون عنده منطقي ويقطر لكن شخصا هذا اخو يلا فيتو انا اعلمك على جولدن حقك المساعه ولا شخص قبل كادو كان يستاهل ايقاظ الله عليك ولا شخص جولدن فيتو يا ابن الحلال جولدن فيتو يا ابن الحلال زون وابونيكا وحظ ومع ذلك وكتاكوري مسحبوا هالبلاط مسحبوا هالبلاط احترام اللوجا لانه انت فوز بسكوت بسكوت بغى يموت عند بسكوت تخيل تخيل عند بسكوت هذا كله وما تفعل الايقاظ سبحان الله يوم راح الكايدو او بوم ايقاظ اوكي الليله المنتظره كل الاشياء ذولي بس لو عنده الايقاظ قبل تنفعله لانه عض الارض قدام كراكر وعض الارض قدام كتاكوري. الحقيقه اني كنت مقابل اودا الاسبوع الماضي وقال الكلام اللي انت قلته هذا صحيح يعني الله يسعدك اشكرك الله يسعدك لا 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 بيض الله وجهك الله يسعدك الله عليك يا جيف والله كلام جميل هذا العاقل والمبول والله مبسوطين كذا فشلتونا وانتم فانز لوفي معانا شوف قاعدين يتكلمون بمنطق يعني ما يستاهل كتاكوري لا حرش كتكوري انت اخذ منحنى اخر يعني وشخصنا الموضوع صار شخصنا عيال ايه هم اللي بدوا شخصنا حنا كنا قاعدين وسالمين يعني حتى انا سؤالي ما جبت طاري لوفي بس هم اللي جابوا طاري لوفي وطاح ولا انا ليش غلطون على ليش غلطون كنت ورجع في جزيره ال ما كان لازم يعني ما كان لازم توني امس قاعد ياكل شلابة حليب يحط لهم حليب يشربهم حليب كلاب توني شايف في الفلاتر سؤال تكفى يا مان حط السؤال اللي بعده تكفى يلا عجل نفتح سواليف قديمه بعد الحين والله اسم الشخص اللي كل الوقت هو الدور عند مين كان عنده حتى سؤال جامد تكبر دبل شيء والله دحمي جهز سؤال هذه قنبلة ها يلا سؤال من كرار حسين بأن الجروسي كانت تعلم بسر فكهة المطاط لماذا لم يقوموا بملاحقات جدية لوفي بملاحقة بشكل جدي للوفي منذ البداية شكرا أنا هذا السؤال أبي أودي جاوبني أنا يلا بخلي هذا دليل واضح وصريح ان المعلومات تم التكتم عنها بكل ما اوتت من قوه وفي طراطيش اشاعات في اشاعات يعني
احنا الحين لو نجي في هذا الزمن بيجي يقول لك والله في مخلوقات فضائيه، هذه اشاعات بالنسبه لنا احنا في العالم اشاعات، فهي في نفس الشيء في ون بيس الفاكهه هذه كانت مجرد اشاعات، ما في علم صادق عنها او متوقع عنها او انه واحد متاكد انها موجوده. يعني في واحد سمع عنه جده عن جد ابوه عن زي كذا انه ها كنا في فاكهه اسمها المطاط وتم تلاعب في اسمها وتغيير اسمها وما الى ذلك، لكن هناك من يعلم عن هذه الحقيقه ومخبيها ومخفيها، ولعل امس ما هي اكثر واحدة كانت تعرف عن هذا الشيء، وكانت تظن الفاكهه مختفيه مطرحه في مكان معين في شيء معين، لين يوم جابوها في المارينفورد واشرت على لوفي، وهنا كانها سربت معلومه. ترى شباب المطاط جولدن في 2 اوكي، بس خلنا كمان جواب صغير بعدين نحقق بعد جواب زين. لا حتى امسمه كذا ترى يا جماعه كذا كذا يعني كذا ايش هذه امسمه اي امسمه لا حتى كذا على اي احد، وقالت انشر هالاشاعه عند الناس وزي كذا. فهنا انتبهوا القروسي قال اوه لو كان صدق هالكلام صحيح ايش بنسوي، نكبه اذبح لوفي بكل منه ولا غير كذا. اذا انتم تعرفون صدق ان هذه الفاكهه موجوده عند لوفي من البدايه وانتم تدرون عن لوفي من البدايه، مفروض مو بتودوا له قائد اسطول، بتودوا له ثلاث ادميرات كذا يمسكونه ويجدعون كذا الفاكهه من جبده. هذا الحقيقه، هذا المنطق، لو تدرون ذا الشيء مفروض تكون كذا بوم تاخذونه مني. فاي اي مكان تروحون لوفي موجود فيه روح يا ادميرال اثرينج عليه خذوا منه الفاكهه عشان ما تستيقظ الفاكهه، لو كان عندهم العلم من الاساس. انا اتكلم تفضل عبد الجليل. جولدن في 2 تكفى طبعا فعلا. للامانه انا هذا السؤال بالذات، هذا السؤال بالذات لا توجد عليه اجابه ابدا، ولكن اللي يوجد عليه حتى الان يعني عده اشياء، اللي هو انه فاكهه المطاط حاولت حكومه العالم انه تحصل عليها خلال 800 عام ما قدروا، امر غريب وكانه الفاكهه تهرب منهم. اوه بنروح نحصل فاكهه المطاط لقيناها في المكان هذا، نروح لهذا الفاكهه ما حصلناها، سمعنا واحد هناك يستخدم فاكهه المطاط جينا له حصلناه ميت، فين اختفت الفاكهه؟ فيبحثون عنها باستمرار، هذا انا ما اعتقده. لكن اللي انا اعرفه بانه سمعت، انا لست متاكده من هذا التصريح، انه اودا يبحث عن طريقه للقضاء على كايدو عن طريق لوفي، وشفنا في ارك وانو الكاتب بنى لنا بناء جيد لنيكا لمحرر العبيد للجوي بوي، ووصلنا في الاخير الى انه هذا الكلام هو لوفي، ولوفي ايقظ الفاكهه واصبح هذا الشخص المنتظر، او انه عنده قوه هذا الشخص المنتظر. حتى الان هذا السؤال ما له تفسير، لذلك ننتظر احنا تفسير الكاتب الحقيقي الى ان يظهر التفسير. يعتبر جروسي شنو عرفه نسبه 70% خطا في القصه. بس ما جاوبت على السؤال. السؤال يقول لك ليش جاوبت عليه اخذوه بمحمل جديه، ليش ما اخذوا الشيء بمحمل جديه؟ اخذوه بمحمل جديه. جاوب هذه الإجابة. ما جاوب. جاوب. بس جاوبت بيض كيس بيض وطاعه ما يحق لك. ممتج قص. ايه ما يحق. أنا قاعد أقولك طاعه ممتج. بالعكس أطلق جولدن. لما يجي تفسير من أودا. ما في تفسير. ولا تقدرون راح تفترضون افتراضات. جولدن حقي قصة حقوق. لو يحق لي أقول أنا أتفق مع الإجابة الأولى من سؤال. عاد لو أقول بس نقطة كده يعتبر تفسير. يلا قولها لا تخلي بنفسك. لينا بس. هم يدرون إن شانكس أخذ الفاكهة. شلون ما في تفسير؟ يدرون شانكس أخذ الفاكهة. ليش؟ أوكي ليه ما طارد لوفي؟ مو هذا السؤال. خلو من هذا الحلقة. هذا ممتاز. تعال يا ولد هنا نتفاهم هذا السؤال. إيه. الله أخش في عينك. سؤال عندي. تعرف قبل الفيتو سؤال الفيتو ما يصير. نقول نسمع الإجابة الفيتو. سؤال. زعزع أول. سؤال يلا زعزع أول بعدين سؤال عندك يا زعزع من خلو الغالي أحمد دماس. هلا. لماذا الإصرار على أن مومونوسكي هو من سيقتل كايدو رغم ضعف دراسته؟ أبو برهوم لأني متفق معك. الله يسلمك. رغم ضعف قدراته القتالية خصوصا أن جسد كايدو صعب الاختراق. يا جماعة جاوبنا ألف مرة. وعدنا وزدنا. حاليا هو كتنين كان
كان انجليز بحر مادي بحري كذا ينشوي اصبح تنين عملاق زيه. قدراته الجسديه اللي كان يتدرب عليها طوال 8 سنوات يوم كبر اوريدي دي شنوبو قالت اشفت نسخه من سيدي من اودن سما فنفس عضلات وجسد اودن سما 28 سنه بس اعطى علمه انتهى الموضوع. بيتو ايش بتقول يا ابراهيم ايش بتقول؟ قلنا الاسبوع الماضي شنو قلت؟ ان اوريتشي وكايدو عيال اودن ما راح يذبحونه. حبيته هيوري الاسبوع الماضي هذا يوم انها جات وتكلمت، لكن في الاخير شو اللي صار حق اوريتشي؟ النار جات حرقته، النار حرقته، يوري ما سوى شيء. انا قلت الحين تاخذ سيف وتطعنه، تاخذ شيء وتقتله، لكن انا اشوف ان الكاتب ما يبي، طبعا من ناحيه كتابيه اشوف انه ما يبي يوسخ يدين عيال اودن، هذا اللي وجهه نظري. يوري على الاقل طلعت مره بنت رجال، قالت كلام سانع، قالت كلام طيب الخاطر، قالت كلام يعني يثلج الصدر، هذاك مثلو في يلا نهجي خلينا شي امسك شو التدريب اللي سواه ما سواه منه شيء ما شفنا شيء لحد عيد. ابي يضرب سيف واحد لا خلنا كمجف بس ابي يضرب سيف واحد ما شفت ضرب سيف وانا سو يا دوب بس مسك كم غيم وقاعد يسحبها الجزيرة بعدين تركها بالاخير يا عمي وش هو انتم هذا لا تعطي مجال يا ابن الحلال روح انتم يا ولد اودن ذا تبن ذا استغفر الله تبي يضرب بسيف خله يطلع من التحول وشوف اذا مسك سيف شو يسوي اول ما كبرتها عرض وصرت النين وكان في الارض وطلع وطار وشال معاه شنوبو والباقي تبي تشوف يضرب سيف خله يرجع صدق قالت له عدوك بيتم مثل ما هو صغير هذا شيء كلنا عارفينه بس ما احنا متقبلينه ليه شلون هذا يقتله طفل ما حد متقبل الفكره لكن نجينا للجسمه وعنده مقومات لكن العقليه تفرق وهذا كثير ناس شافوها ان في شخصيات ضعيفه بسبب عقليتها هيوري ليش ضمت ان اوريتشي مات الحين احنا شفنا رايزاو ذاك كان يحترقون ما حد فيهم مات وطولهم يحترقون وقاعد يحترق ايش دراك انه مات قتله ولا تنسى هي مدخله في بطنه مسمار ايش دراك يمكن يموت بسبب المسمار هي سوت شيء لا تقوم لا كمل لا هي قاعد ممكن هي تقتله الحين ما تدري احنا ما بعد يخلص المشهد ما شفنا قال انه مات او هزم الكل تقبلنا لما شفنا بنت عريض انه منهزمه ليش ما نشوف على اوريتشي الله عليك ايش معنى اوريتشي الحاله ما نشوف لانه ما شفنا انه مات شنو قاعد يحترق بس ما بعد يموت ولا كان كتب الكاتب طيب فيتو اسمع انت يا ايام زعزع انطلق ايه ابى انطلق وما راح يعجبك الكلام اللي بقوله ايام طيب. ايش والله ما ادري طيب اول شيء بناء مومونوسكي بناء رائع جدا خرافي على فصول كثيره وعلى سنوات كثيره شفناه وكان خايف انه يطير خايف من المرتفعات الحين يطير شفناه وخايف انه بس يقابل كايدو عض كايدو افضل يا خاف ذا الوردي هلا جديدي عض كايدو فما بالك يعطونه سيف ومعضل وكل شيء والتدريبات اللي صارت يوم هو صغير هذول ما جابه نودا اغلفه مانجا ولا لا هذول جايات بالقصه وصايره وتبي تصير فاذا كبر وكلها هالحجم وكل شيء تعطي سيف والله اني ذاتي كايدو فيتو بيهزم عن طريق لوفي فيتو فكره صاقع فيتو قلت الحين شكله بيزين الامور لا انا بزين لك الامور يلا انا بقول الاجابه اللي بتجي انا صراحه انا مستغرب يا عبد الجليل بس مؤخرا يعني من طلعت من هنا انت انا اتوافق وياك كثير اكثر من قبل الاول نتهاوش حتى على المخده بخلي اي والله انا صار الوضع غير شكل الحنيه يمكن سام تفضل طيب مومونوسكي تحاول وصار كبير عشان يشيل الجزيرة هذه المهمة اللي ما حد يقدر يسويها إلا مومونوسكي صاحب فاكهة التنين اللي سيطر على السحب اللي قاعدة تشيل الجزيرة وهذا إنجاز عظيم لو تعلمون والله عظيم أتفق. والله عظيم أتفق. أكثر من كذا ما راح يسوي وزبد وهذه شخصيته يقدر يشيل ما يقدر يقتل يا رجل ما قدر يقتل جاك مهما تطور ماذا حده عض ترى انا عندي بنت اختي رفيف تعضني وهي صغير
جايب لي مومونوسكي عمره 7 سنوات بكبره سايره. ما هو مسوي اكثر من اللي سواه. يكفي انه شال الجزيرة بعد ما يشيل الليلة كلها يوقف بشخص كده يشبه اودن ويقول انا مومونوسكي انا من الكوزكي اخضعوا لي اركعوا لي كوزكي رجعوا انتهت الليلة كايتو. ما عندك فيتو وعبد الرحمن سمعت يقول جولدن ماجد قلبي يا فيتو والله يكسر قلبك انت وياه ماجد قال فيتو يسمعون ما ادري شو يسمعون لا قلبي حق جولدن والله اني اسف المشكله اشوفك توظف برهم بس قلت له شذا بس يتوظف تفضل يا اوكي يا جماعه الخير اولا هيوري كانت جايه وقاعد حاطه يدها في الملابس بتطلع السكين وبتقتله وكان اوريتي توصل لها لا تقتليني جاء هذا حرقها ولسه ما مات زي ما قال راشد لسه ما مات فهي جايه بتقتل يعني بتحطه في بطنه بمسمار بتخليه يموت الحاله الكاتب ما يبغى يلطخ هذه لانها بنت ما يبغى يلطخ يدها بس هذا ولد وكان يحلم بالانتقام من يوم انه صغير من قبل على زوج ويقول انا حلمي ترى هذه يوري قالت كلام لان عاشت القار 20 سنه وعقلها كبير هذا طفل صغير تو ترى موت ابوه مر على 6 شهور موت ابوه مر على 6 شهور وطفل صغير فجاه صار جسد كبير حط على ظهره حمل دوله كامله حمل مو طبيعي وهالتردد اللي انت سمعته بعد كلمتين من يامتو هد الغيوم وشالها وطاربها قبل حتى لا يكلمها ترى زنيشا ارجع وكمل كلامي قبل لا حتى ما عنده فيتو ما عندك فيتو يتسند الله يرضى تسند فالمفروض قبل حتى لا يكلمه زنيشا ويقول له ترى لوفي صحة يامتو قالت له اني نمت معا ركب خلاها تركب على ظهره وطاربها رايح بيموت معاها مستعد للموت داخل القتال مستعد للموت فرغم انه طفل صغير عقله 8 سنوات ذو عقل 8 سنوات انه كان رايح لقتال كايدو مستعد للموت قبل يقول لزونيشا انه لوفي صحة وانه هو الجوي بوي فهو فعلا والكاتب ما اخفى هيئته زي ما قال راشد ما اخفى هيئته كساموراي الا لانه له دور انتم ما تفهمون نمط وسائل كتابة اودا هذه مشكلتكم سترون وسترون وسترون إذا الكاتب ما رد كرامة الساموراي اليوم أهل اليابان لوفي قالها قال سأطردك من برا وانا ما قال بقتلك من اللي يقدر يقتله ومن اللي عنده الانتقام الورد يعني احنا نستنى الورد الطائر نستنى 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 المنطق يسقع قلت البيت احنا نستنى المنطق يسقع لا لا بجري تنمو والله تزعل تنمو صدقني مو تنمو تأبو بعد تكفى عشان خاطرهم يلا دقيقه واحد صح دحوم لا لا خير واجب عندك تول عيون الشباب حبيبي ولا زعلوا ما لي دخل كيف قاعد اقول لكم تزعل قاعد اقول لكم وين تزعلوا تقولوا له طق فيتو ازيد تستعلو ها دقيقه اول شيء انت قلت 3 فيتو تسقع جولدن لا لا هذا الثالث يتسع مسجلهم والله مسجلهم شوف يا يبا سجل دحوم احنا نثق براشد طول الحلقه ساكت 3 فيتو توك مسجل 7 7 9 7 انا 3 فيتو المنتهي والله انك 3 ترى اسحب ترى من زين ام السالفه خلاص كمل كمل وما ادري قص كلام عبد الجليل يلا بالنسبه لي انا ما كنت متقبل ان مومونوسكي يقتل اللي هو كايدو بجسد هذا الصغير اكون انا صريح انا اكثر واحد يعني كنت معارض لماجد ذيك الفتره تمام لكن انا كنت اعترض واعترضت الان على جزئيه واحده انه يوري ما تقتل اوريتشي هذا الشيء انا قايله من زمان انه يوري هي اللي تقتل اوريتشي صح عليك يوري الان هي سبب كبير في هزيمه اوريتشي نعم ضربه المسمار ما قتلت لكن هذه ضربه المسمار لو ما جت ما مات هذه الفكرة ضربة المسمار هي السبب الرئيسي لسقوط أوريتشي رصاصة الرحمة الآن هل النار راح تقتل أوريتشي حاليا لا لكن كذلك هي أصلا كانت تمشي ماسكة سكين رايحة تبي تقتل ممكن الكاتب ما يبي يلطخ يدها ممكن ينزل دنجر في آخر لحظة ويقول لا تلطخين يدك أنت في النهاية ابنة كوزوكي أودن وبلا بلا بلا من هالكلام فيقتل شو اسمه أوريتشي لكن لما تيجي لموضوع الشوق اللي هو مومونوسكي في المستقبل من وجهة نظري ممكن الكاتب يخليه يقتل كايدو ممكن ليش لانه في مقومات
في مقومات، في مقومات انها الان يمتلك فاكهة مشابه لفاكهة كايد والتنين يقدر يطعن او يقتل التنين، هذا شيء طبيعي ما ننكر. كذلك استخدامه للسيف، استخدام شخص الى الان مبتدئ لكن يمتلك القدرات الجسدية اللي يخليه يطلق ضربات قوية مؤثرة في كايد. ثلاثة، اذا هزم كايد لربما انه في وقت هزيمة كايد انه لا يمتلك الصلابة والقوة، ما عنده اصلا القوة لانه وصل حده بعد ما عرفته مع لوفي. اعتراضي مش على انه مومونوسكي يقدر ولا ما يقدر، انا اشوف الكاتب اعطاه المقومات انه يقدر، لكن هل بيصير ما يصير ما يهمني. بالنسبة لهيوري انا اشوف انه اتمت مهمتها، وهم في اي لحظة عادي يقتلون اي شخص لان هم يعني تعلموا كثير في احداث القصة. انتجي قدير وقنع. السؤال اللي بعده لك يا زعزع يعود من اخونا الغالي صابر محمد، اتمنى تسمي صح. هل تتوقع ان يكون هناك انماط اخرى للجير الخامس؟ بس اجله يلا الضيف 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 طلع منها يلا. نعم راح يكون في انماط للجير الخامس اذا الله اي حال. اذا اذا جير فورث له ثلاثة انماط يا اخي القير الخامس خلاص، القير الخامس هو الحال ونبط يعني ما راح يزيد الاكثر حريه. دقيقه اي نعم الاكثر حريه ما راح يكون له اي انماط، راح يكون انماطه غير معدوده. الله كذا يتنمط كذا الله يتنمط براحته، هو الاكثر حريه فاكيد حر باختيار انماط. جبت الشخص اللي يجاوب ايزي صير. شكرا شكرا والله والله كان ورطة السؤال. كيف اتفق السؤال اللي بعده يعود لك يا عبد الباري بعد الباص، ويقول هل راح نشوف دور قوي لبروك لانه حرفيا ما سوى شيء في ذا الارك حتى الان؟ والله بروك لا ما اشوف انه راح نشوف له دور قوي كشيء يعني مؤثر بالارك، الا قتال يعني لو بيصير يمكن يصير قتال او بيساعد، بس ما اشوف انه صراحه بيصير له شيء. وش بيسوي؟ وش بيسوي؟ بيروح ايش يسوي؟ ما اشوف انه بيصير شيء واو يعني. احبه والله العظيم بس ما اشوف بيصير شيء واو، ما قصر سوى اللي عليه واكثر. سؤال اللي بعده لك عبد الجليل من يقول الغالي احمد المنصور، يقول هل زورو بيكون قريب من قوة لوفي ولا بعيد الى شو اسمه ابو خليل ولا بعيد عنه بعد اركوان؟ هذا السؤال كان ممكن يعني مستوى القوة ما بين زورو ولوفي هل بيكون قريب ولا بعيد؟ لا شوف والله شوف يعني قبل الايقاظ كان ممكن اقول يعني بيكون الفرق بينهم 5%، وبعد انما بعد انما وحين بس ايقاظ لوفي يا جماعة يعني صح. انا ما بقول لك انه بعيد كل البعد، هذا وجهه نظري بس، ولا راح احطه مره قريب يعني. انا بالنسبه لي قبل الارك هذا كنت اقول شوف انه لوفي مثلا 100%، زورا اشوفه 95 أو 90%، حاليا والله 85-80% اشوف الفرق بينه وبين لوفي بعد هذا الايقاظ بالذات، لان فيها طبول حرب يا جماعه، فيها ايقاظ الفاكهه الجير الخامس، فيها استخدام هاكي ملكي مجنون، يعني اشوف انه لوفي بيتفوق على زورو في هذه كلها. فمعليش يا زورو وعشاق زورو، انا ما قاعد اقول لكم انه ضعيف لكن لوفي اعلى منه على الاقل ب 15 نسبه مئويه، وجهه نظري الشخصيه يعني. يعني يعتبر بعيد؟ ما بعيد ولا هو قريب، نص يعني، هذا الزبده ما اعتبر انا قريب مره. السؤال اللي بعده من يقول الغالي، السؤال اللي بعده من يقول الغالي وحيد لك يا عبد الجليل، جليل من يقول الغالي وحيد، من سيحمل لقب الأقوى بعد سقوط كايدو؟ باس إلى زعزع. الله عليك، سيحمل لقب الأقوى بعد كايدو هو تيتش جولدن صاحب أقوى فاكيتين، وخلنا نكمل. الله يكسر قرنك يا رشود، خليك كمل المقطع، وعنده معرفة كاملة عن الهاكي وكل الأشياء ذولي، ويشق شانك سواء قبل السنتين أو بعد السنتين، سواء قبل الباكيتين أو باكيتين، استنى أو يدين، تيتش هو الأقوى بيكون، لأنه لولا تصريح الكاتب سقيت أنا من زمان تيتش على الأقوى. ولد خلاص إيه يلا سفن يخسي ثم يخسي ثم يخسي عدد جماجم
حقتها يصير اوه اب الله عليك يخسي الله عليك مع كامل حب احترامي لك يا زعزع وكل محبين هذا كله لا احتراما لك مو بالشخصيه هي نسمع اي يخسي اذا في احد يستاهل اذا في احد يستاهل الشخصيه الثانيه التيتش لا يخسي الله الله يا رشود انا اشوف لوفي ياخذها ولا ياخذها تيتش لا هو اللي هزم ما عليك هو اللي هزم المخلوق من الاول صح لوفي شلون هو لوفي اقول لك لو بتاخذنا بالقوه اذا هو اقوى مخلوق فهو هزم اقوى مخلوق لا. معناته هو اقوى واحد يعني هذا ما اللي يهزم اقوى سياف ياخذ اللقب ياخذ صح تتكلم على واحد عنده فاكهة ما حد يقدر يلمسها حتى اللي قبل كانوا يخلصون يسوون له شيء ما طلع لهم الفاكهة اول كاتاكوري يخس لو ان كوكو كان طلع قدام الايقاع تحديد الكل لو ان كوكو كاتاكوري انت يا زعزع انت دفعت عنه بعد وبخلي لو كاتاكوري كان يستاهل كان طلع قدام الايقاع بكره نصور فيديو الانمي وانتقم منك هذا كلام قلته بس لكم انت ولا لي كلام راي ثاني اكثر ايه انا فيتا شخصي يخسي كاتاكوري جولدي لو سمحت يخسي كاتاكوري بالملكي حقه بالتسلط بالمستقبل بالفاكهة بالإيقاظ بأمه وبجدة بجزيرتهم يخسي هذا مين جابة هذه المذلة هذه انا حطيت الاول لسبب قاعد اذكر اسباب حقك صحيح خلت انتقامي خلاص الحين قال كل اسئله الفيتو ولا مقاعد هات السؤال الاخير يلا السؤال الاخير باس لابو خليل خلاص بس الزمن انا السؤال اللي بعده من ملك الظلام الله لك يا عبد الجليل السؤال الاخير في هذه الحلقه هل تتوقع دراجون يعرف الفاكهه وعن الجوي بوي ويعرف قصته اللي قبل 800 سنه ستيل نعم ستيل جيجا والله يا قال ستيل والله لا بعدين تنسى بعدين قلت سنة بعدين قلت سنة راشد بعدين تشاور مع الشباب وصبيت له قهوة ومشاركة اي صبيت له قهوة زعزع معاك هو لا صحيح بس والله ودي اخدمك الاكس رومي بس يبي له الفانتوم 3 دي جلو قسم بالله خلص ستيل عندك مسجل انا كل شيء هنا جاوب يا ستيل اي لو اتوقع ان دراغون يعرف لانه قال راح نتقابل في الاخير راح تعرف كل شيء معناته هو عارف هذه الاشياء لو ما يعرف كان ما قال هذه الجمله بالذات قال لما نتقابل في الاخير راح تعرف كل شيء فانا اشوف اي دراغون يعرف كل شيء عشان كذا هم قالوا اخطر رجل والى الان يبون يمسكونه مو قادرين لو كانوا يقدرون كان مسكوه لو انه ما يعرف كان تركوه يولي احنا شفنا ناس واجد ثارة من قبل في أرابستا في ناس ثارة ولا جات حكومة العالم ليه؟ لأن ما يشكلون خطر لكن دراغون يشكل خطر مو أي خطر يشكل عليهم هذا بيقلب العالم عليهم فما سموه في الفصل 57 957 لما طلعوا مكافآت اليونكو وملك القراصنة هو آخر واحد ذكروه بعد ملك القراصنة أخطر رجل خطورته عليهم اعظم خطورات الوايت بيرد وروجر هذا اللي يبحثون هذا يعرف هذا يبون يسكنون ثاني وبعرفين بس ما يبي يتكلم الحين هذا ينتظر الوقت المناسب جولدن بيتو سكت دهرا ونطق شهر المتي والله انا ما اعترض على عندك اضافه اي لا وجهه نظري ان دراجون ممكن يعرف عن التاريخ لكن مو شرط اني انا اعرف عن الجوي بوي عادي يعني مثل ممكن شخصيات أخرى وصلت إلى حقيقة أخرى غير اللي وصل لها ممكن روجر مو شرط يعني يقطع الجراند لاين مو شرط ممكن يأخذ المعلومات من أسلافه فاهم كيف فتكون عنده نظرة أخرى طريق آخر فنظرته للعالم مختلفة ولكن متأكد إن لوفي راح يقطع شوط كبير ويوصل للنتيجة اللي أنا وصلها انا اتوقع ممكن حتى عنده معلومات بسيطه كتوقع بتكون عنده معلومات بسيطه عن الجوي بوي لكن اكيد انا ما اعرف ان ولدي هو الجوي بوي هو الى الان راح يكون مستمر لاسقاط حكومه العالم لانه يعرف من حكومه العالم ايش نواحي حكومه العالم وما في احد يقدر على حكومه العالم هو شخص ثوري فراح تشوف قمه ثوريه منه راح تشوف هدفه انه يبغى
يسقط هذا الشخص. وبالمصادفة الجوي بوي راح يولد في هذه السنة، السنة اللي راح يسقط فيها دراغون لوفي. وكلامه كان كلام شخص واثق منه، هذا ولدي وأنا أعرف إيش اللي بيسوي، فهم كيف؟ شخص ثوري يبحث عن الحرية، هذا لوفي، هذا لوفي، فهو عارف إن لوفي ملك الحرية. يا عمري نعم الرجل الأكثر حرية، أكثر حرية. إيش يقول؟ إيش يقول لك سرومي؟ إيش يقول لك سرومي؟ قاتلينك يرضعك، قاتلينك لايك. وعلى هذه الإجابة الجميلة والممتعة ننهي هذا الفيديو الجميل والممتع والرائع. إن شاء الله كم استمتعتوا معنا، كملنا في التصوير ساعة ودقيقتين، ما أدري على المنتج كم يطلع، 50 54 إن شاء الله 50 إن شاء الله، على حسب سمجات ماجد اللي قصيناها وكذا. الكتاب كله معاي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسون اشتركوا القناة، لايك وشير، ونشوفكم على خير. لا انا مسجل الجولدن جولدن بيتو الجولدن انت تصدق، وكان رهيب لان انا قلت الجولدن ينفحي والله يقلعك يا ابليس ترقرني انفحي انفحي. انا قلت جولد ايش فيكم، انا قاعد اعزز لاخوي. اوكي ايش عايزك تجاوب؟ يلا وانا كنت اقول قال جولدن بيتو خطير برضو رهيب. بس ما كملت الجمله مفهين والله يا جماعه. مش هو قاعد يسجل، انا قاعد ارزعت على ما قاعد يسجل، قاعد يسجل اسئله سؤال. يلا عطني سؤال.